بشكل شخصي، ولكن دوري جميل جدا ودوري رائع، وكل اللاعبين يستحقوا كل التحيه، كل الجهاز الفني، ولكن كابتن سيد عبد الحفيظ الحقيقه عامل دور كبير جدا 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 خلال الموسم. انا عارف ان انت ما بتحبش الكلام ده، ولكن هذه هي الحقيقه. كابتن سيد عبد الحفيظ ودوره الكبير الحقيقه خلال موسم بالكامل، استطاع في نهايه الامر ان هو النادي الاهلي يفوز بالدوري العام من وجهه نظرنا يعني، او من وجهه نظر الناس مبسوطه بيه، لانه كان دوري صعب جدا يا كابتن سيد. الحمد لله، طبعا الحمد لله رب العالمين، زي ما انت شرحت وقلت يعني وصفته. الحمد لله كان دوري مستحق لينا يعني، جهدا وتعبا وتنظيما واداره وفكرا وصبرا وكل حاجه. الحمد لله رب العالمين، دايما المباريات والبطولات الكبيره والبطولات اللي هي يعني بتمر بمراحل كبيره في الاسلام بيحصل عليها الافضل، مفيش كلام ومفيش هزار. عشان كده هتلاقي الدوري هو الاهم في كل الدوريات الكبيره والبلاد الكبيره وحتى البلاد الصغيره، الدوري هو الاهم. لان انت بتمر بمراحل كبيره قوي، بتمر بمنافسات مختلفه، بتمر باوقات عصيبه، عكس السوبر او الكاس دي بتعتمد على ظروف مباراه او احداثها، لكن البطوله الاهم هي بطوله الدوري. الحمد لله رب العالمين يعني خدناها وخدناها بشكل كويس جدا، وقدرنا ان احنا نتفوق بفرق 8 نقاط يعني بعد ما كنا متاخرين في بدايه الدور الثاني تحديدا ب 8 نقاط. فالكل مشارك في التعب ده، الكل مشارك في النجاح ده، من اداره وبدل ولعيبه وجهاز ومنظومه كامله واداريين وعمال وقبليهم كلهم جماهير النادي الاهلي. تمام، خلصنا الدوري يا كابتن سيد. دايما النادي الاهلي كده، سلو بلدنا كده يعني، دايما النادي الاهلي خلاص البطوله خلصت، تاني يوم يقول لك شكرا، خلينا بقى نفكر في البطوله القادمه. النهارده كان من المفترض ان احنا هنبدا بطوله جديده من خلال قعده عملها، انا ما اعرفش القعده رسميه ولا مش رسميه، ولكن انا هتكلم اللي انا اعرفه يعني. كان النهارده في قعده في اتحاد كره القدم مع رئيس لجنه المسابقات، وتم وضع بعض الامور. لو حضرتك تقدر تشرح للناس ماذا حدث في هذا الموضوع. ورا هي رسميه طبعا بدليل. طب الحمد لله، الحمد لله على الانديه، على مستوى الانديه. وعلى فكره هي حاجه ايجابيه جدا الحقيقه، طبعا يمكن من فتره طويله جدا قريب ما بدان يبقى في مقترحات او في رؤيه وجهات نظر، استفسارات، حاجات معينه للموسم اللي جاي، وجهات نظر مختلفه من كل الدوري، كلهم ناس محترمه وكلهم ناس اصحاب افكار كويسه، وكل ده بفكره على فكره بتكون حقيقه. نعم، لما بتبقى عندك فكره وانا عندي فكره مع تطويرها ولا حاجه بتبقى حقيقه مستقبليه، وده حاجه شيء ايجابي جدا. الكل كان موجود والكل كان حريص ان هو يبقى موجود، تقريبا كل الانديه الدوري الممتاز، مع وجود حاج عامر حسين رئيس لجنه المنتدبات والعميد فاروق سويلم كمسؤول عن الاتحاد والراجل الاول في الاتحاد في الوقت الحالي، والاستاذ وليد العطار المسؤول عن شؤون اللاعبين. الكل اتكلم باستفاضه، الكل اتكلم وجهه نظره، وكل اتكلم على رؤيته وشكل الموسم اللي فات وما كان فيه من احداث الموسم الماضيه. اعتقد انها كانت ايجابيه جدا، اتكلمنا في حاجات كثيره قوي، الكل كانت عنده مساحه من الوقت ان هو يطرح وجهه نظره وافكاره. احنا كنادي اهلي مع النظام، مع اللوائح، مع القانون، حتى لو احنا كان متضررين في بعض الاوقات من ده بمشاركتنا الافريقيه وسفرنا وتعبنا في السفريات، لكن احنا عايزين يعني دوري، عايزين يبدا من يوم واحد وينتهي، او الاسبوع الاول وينتهي في الاسبوع ال 34، الكل على علم بيه حتى بمشاركاتك ديت. اتكلمنا في بعض الحاجات اللي ممكن تساعد خروج الدوري بشكل كويس جدا، اعتقد ان شاء الله الرحمن لما هتطبق حتى في شكل جمالي ككوره حتى. ايوه حاجه يا اسلام، ما ينفعش ان احنا في 2020 داخلين على 2020 والنادي بيلعب بكوره ماركة معينة، ونادي كل واحد بيلعب بناء واحد تاني بيركب سوري بيلعب بكرة اساسا مش اصلية او يعني مش موجودة على الساحة، واللوائح بتسمح بكده. فما ينفعش ان احنا نكون في العصر ده بقيمة ومكانة الدوري المصري في الوقت الحالي يبقى في حاجة زي كده. حتى اللي اتكلمنا فيه شكل النظام الاحترافي اللائحي ده مهم جدا، وكمان الشكل الجمالي. نعم، المسابقة. طيب هل ده هيطبق؟ ما احنا الكلام ده كابتن سيد دايما بنسمعه، والنادي الاهلي دائما ما يطالب بيه او بيطلب بيه. يعني ما احنا قلنا ان احنا عايزين ننهي بطوله الدوري قبل بطوله كاس الامم الافريقيه، ودلوقتي كل الانديه بتقول يا ريتنا كنا سمعنا كلام النادي الاهلي وكده، لكن هل الكلام ده سيتم تطبيقه يا كابتن سيد؟ وايه الضمان على ان يتم تطبيق هذا الكلام؟ مفيش ضمان غير النظام يعني. انا لما تيجي تقول لي مثلا، انا هقول لك على حاجه بره الموضوع ده بس هي يعني شبيهه شويه. ايوه يعني
واحد عنده ضمير وواحد ملتزم بالقانون. صاحب 100 يوم اقول لك الملتزم بالقانون، اللي عنده ضمير يعني هتبقى راجع لضميره البحث بعد يوم بعد اثنين بعد ثلاثه نفس البشريه تحدثه ولا حاجه، فممكن يختلف معاك ويتفق، لكن اللي فيه قانون وفيه نظام وفيه لائحه ما يقدرش يخالفها خالص. لكن بالنفس البشريه قد يوم تبقى متمسك بشيء ويوم ثاني بحكم النفس البشريه تضعف شويه، لكن انا عايز قانون وعايز نظام، عايز لائحه لا حد فيها يتكلم ولا حد فيها يعترض ولا حاجه خالص. من الاسبوع الاول كل الانديه عارفه الاهلي هيلعب امتى، ومن الاسبوع الاول كل الانديه عارفه اي فرقه مشاركه في افريقيا او عربيا هتلعب امتى. نعم. لا معتمده احنا وصلنا الاهلي وصل للدور النهائي ولا الزمالك وصل للدور قبل النهائي ولا المصري مشارك في الكونفدراليه ولا الاسماعيلي مشارك في البطوله العربيه ولا الاتحاد مشارك في البطوله العربيه ولا بيراميدز مشارك في البطوله الكونفدراليه، لا كل الناس تبقى عارفه، كل الجدول متسكت، كل عارف جدا 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 هيلعب امتى، حتى لو تعرضت ده يبقى في مكان تاني مترحل ليه المباراه ديت. نعم. معتمده لما نلاقي مكان في 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 الجدول يعني. الحاج عامر حسين يعني اتكلم بشكل كبير جدا واستفاض في الموضوع بشكل كويس، والملاعب وتحديدها اتكلمنا في حاجات كتير، اعتقد ان شاء الله الرحمن هذا اطار ايجابي جدا يعني. طيب الكابتن سيد عبد الحفيظ، اعتقد ان نقطه الحضور الجماهيري دي اكتر حاجه مبشره خلال الموسم القادم يعني. كابتن اسلام، اعتقد بعد اللي احنا شفناه في كاس الامم الافريقيه والمظهر الحضاري اللي ظهرت بيه البلد واستضافتها في كاس الامم الافريقيه، اعتقد ان انت صعب جدا الناس اللي بعدك حتى يوصلوا للي انت وصلت له من شكل وتنظيم وحضور وحاجات جميله في كاس الامم الافريقيه. ما اعتقدش ان احنا مستعدين او مهيئين ان احنا ناخد خطوه لورا، ما ينفعش خالص كده. يعني انت بتتكلم بقى في حاجه خطوه واسعه جدا جدا لقدام، فمصممين عليها. عملت رؤوس لنا نتكلم في الموضوع دوت، ان شاء الله الرحمن يبقى فيه ايجابيه في الفتره اللي جايه. احنا اكثر نادي بنستفاد بحضور الجماهيري، احنا اكثر نادي بنتضرر لما ما يكونش فيه حضور جماهيري يا كابتن اسلام. تمام. كابتن سيد، ان شاء الله مباراه الكاس مع بيراميدز هتبقى يوم 16 او 17 او 18 مظبوط؟ كان في اقتراح النهارده انها تبقى ما بين لسه اقتراح نعم لسه اقتراح يعني كان ما تبقى ما بين المباراتين. احنا بقول لك ما عندناش ازمه في اي شيء طالما في نظام هيطلع على كل الناس، يعني ما عندناش ازمه في اي حاجه. طب هيبان امتى الكلام ده يا كابتن سيد؟ امتى هتلعب مباراه الكاس طالما هو لسه اقتراح؟ اعتقد خلال يعني ال 24 ساعه الجايين يعني. طيب طمنا بقى على تدريبات النادي الاهلي واستعداداته لاول المباريات الافريقيه ان شاء الله يا كابتن سيد. زي ما انت ذكرت في سياق الكلام بتاعك او في بدايه كلامك يا كابتن اسلام، هو الدوري بقى ماضي خلاص. بالظبط. تمام؟ احنا عندنا بطوله افريقيه، تمام؟ عندنا مباراتين هنا على برج العرب يوم الاحد اللي جاي يوم 11 الساعه 7 بالليل، وعندنا المباراه الثانيه قد تكون يوم 23 باختيارنا. نعم. وعندنا مباراة مع بيراميدز ثم مباراة تانية في كأس إن شاء الله الرحمن، إن شاء الله الرحمن نكون موفقين فيها الأول يعني، لكن خلينا ناخد خطوة خطوة يعني. البطولة الأفريقية غالية جدا علينا، البطولة الأفريقية يعني كل الناس بتشتغل عليها، كل الهدف الكبير أو الهدف الأساسي هي البطولة الأفريقية، لكن عندك بطولات ثانية كمان يعني، صحيح الكأس مش هو البطولة الأساسية اللي بتبقى هدف لكل الأندية الكبيرة، لكن في النهاية دي بطولة مستهل الموسم، فمهم جدا ان شاء الله الرحمن ان احنا نأدي فيها بشكل كويس وناخدها ان شاء الله الرحمن ونبقى حاصلين عليها يعني. فخلينا ناخدها مرحله مرحله ونفصل ما بين البطوله والثانيه يا كابتن اسلام. طيب البطوله الافريقيه هل تم وضع القائمه؟ طبعا الميعاد عدى انا عارف، لكن يعني هل النادي الاهلي اعلن رسميا القائمه الافريقيه للمباريات القادمه؟ طبعا يعني الشناوي كحراسة المرمى، الشناوي وعلي لطفي وشريف اكرامي، محمد هاني واحمد فتحي، رامي ربيعه واشرف وياسر ابراهيم ومحمود متولي، علي معلول ومحمود وحيد، اليو وحمدي فتحي وعمرو السليه وحسام عاشور، صالح جمعه ووليد سليمان وقفشه وحسين الشحات وجيرالدو واحمد الشيخ واجاييه ورمضان صبحي وازار ومروان محسن وصلاح محسن. دي القائمه بتاعتنا 26 اسم. 26 اسم، دي القائمة الإفريقية الرسمية للنادي الأهلي زي ما حضراتكم شفتوا. يبقى أربع أسماء طبعًا. لعيبة موجودة، عندك حالات مصابة زي سعد سمير، زي محمد محمود، زي كريم ندفد، عندك أربع أسماء إن شاء الله يكونوا موجودين معانا. بيتأيدوا إمتى يا كابتن سيد؟ بيتأيدوا من 1 يناير إن شاء الله. يعني ابتداءً من شهر يناير، هم دول ال 26 اللي هيكملوا لغاية يوم 1 يناير.
ان شاء الله الرحمن. طيب كابتن سيد فاليو اليو، هذا الثلاثي والثلاثي الجديد، قول لنا مدى استيعابهم. هم طبعا ما بقالهمش يوم او يومين، وعملنا معاهم حلقات هنا الحقيقه وكانت حلقات رائعه جدا، وفي نفس الوقت عايزين نعرف مدى استيعاب هؤلاء اللاعبين الجدد ودخولهم وسط اللاعبين. احنا لسه شايفين شويه حاجات كده، مستر لاسارتي بيجريهم من نصه وبيقعدوا يضربوا فيهم، حاجات كده يعني لطيفه يعني. يعني بص، يعني دايما الوافد الجديد يعني عندنا ما بيحسش بغربه. احنا بنشتغل كبيت واحد يا كابتن اسلام، وانت اتمرنت معانا ولعبت معانا وعشت وعصرتنا وعصرتنا في جيل كبير جدا وعظيم جدا للنادي الاهلي، وانت بتحس ان انت في بيتك. مظبوط. يعني كلنا كنا بنحس ده يا كابتن اسلام، لو تفتكر يعني دايما بنفتكر، بنقعد مع بعض وبنتكلم مع بعض وبنحس ان في حاجات كويسه جدا. احنا سياستنا دايما يعني في الاول والاخر ان انت لعيب كوره محترم. يعني قد يكون في بعض الاوقات انت المتسبب او انت السبب الرئيسي في مكسبي، وبعض الاوقات ما بيبقاش موفق او وجهات نظره بتبقى خارجيا مش موجود في التشكيله الاساسيه، لكن في النهايه في تعامل محترم، في تعامل ادمي، في تعامل يليق بمكانتك واسمك ومكانه النادي اللي انا بمثله. يعني في تعامل يليق بلعيب كره قدم، مهما اختلفنا، مهما كان في بيننا وبين بعض مشاكل ولا حاجه ولا ازمات، اتحدى ان في يوم من الايام، في يوم من الايام طلع مسؤول في النادي الاهلي يعني اتكلم على لعيب، حتى لو اللعيب ده كان هربان من عندنا. لا ما حصلش. او كان مش، نعم ما حصلش يا كابتن سيد، ما حصلش. مستحيل. او اختلفنا او ما اتفقناش او كان في عدم تجديد او في حاجه، مستحيل. مستحيل، ده احنا مش المدرسه دي خالص يعني. فاعتقد ان انت لما بتبقى وافد تعدي تيجي على السمعه هنا. تيجي على سمعه المكان والاشخاص اللي في المكان وتاريخ المكان وهيئه المكان وهيبه المكان. فانت بتحس ان انت في بيتك، فاعتقد ان مفيش وقت طويل بتاخده عشان تخش في المنظومه يعني. اتمنى لهم التوفيق يعني، سواء كان متولي ولا الي ولا افشا، ان شاء الله الرحمن يكونوا موفقين معانا باذن الله. كابتن سيد ايضا عايز احمد حمدي، من هل هو موجود مع النادي الاهلي خلال الفتره القادمه؟ ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه، احمد موجود معانا كلاعب في الفرقه. مقيد وموجود معانا، ولو ما فيش اي حته في العاره هو مقيد من ضمن ال 30. طيب مؤمن زكريا. مؤمن زكريا كان بيمر بمرحله يعني علاجيه في الفتره اللي فاتت. تمام. يمكن الحاله الطبيه عند الدكتور خارج، ممكن في الايام اللي جايه او الاسابيع اللي جايه يكون موجود من خلال التدريبات يعني. لكن بيمر بمرحله علاجيه طبعا، ما دخلش بقاله فتره معانا في التدريبات، لكن هنشوف الفتره اللي جايه مع الدكتور خالد الامور الطبيه بالنسبه له يعني. لكن هو مؤمن مقيد برضه في الفرقه ومفيش اي مشكله خالص. متواجد مع الفرقه وكل الناس متواجده مع الفرقه. يعني اولا انت ما تعرفش بكره في ايه. الكره فيها متغيرات كتير جدا طبعا، والكره بتعلمك حاجات زي الدنيا بالظبط. واقرب مثال للدنيا هي الكره على فكره يا كابتن اسلام. صح. يعني كل يوم بحال. بقول لك ايه؟ لا معلش خليني اقولها دي، في شهر واحد كانت حاجة وبقت في شهر 6 حاجة تانية خالص. في شهر 1 كنت حمادة، وفي شهر 8 حمادة تانية خالص. أيوة. شهر 1 كنت بقول لك إيه؟ شهر 1 شهر 1 كنت في المنطقة الدافئة. كله محترمين محترمين، وفي شهر 8 لا شهر 1 شهر 1 كنت في المنطقة الدافئة. لا في شهر 1 محترم محترم، في شهر 8 المؤامرات. وكل حاجة. طيب إذا مستقرة والدنيا ماشية. أخيرا يا كابتن سيد، بعد قليل هيكون معايا كابتن محمد هاني النجم الصاعد في النادي الأهلي، يعني لو حابب توجه له كلمة. هاني من الشخصيات الرائعة جدا، رغم إن هو ممكن يبقى صغير في السن لكن عامل كبير قوي يعني. أنا مش عايز أحسده، لكن إن شاء الله أتمنى يكون له مستقبل كبير قوي، وأتمنى له يا رب مزيد من البطولات مع النادي الأهلي وتألق مع النادي الأهلي، وأتمنى له مسيرة كويسة جدا، لأن هو العقل يا كابتن اسلام والتفكير السليم في الوقت الحالي بقى من سمات لعيب الكره الجيد، لعيب الكره المتميز. مظبوط. يعني الموضوع مع احترام الكامل للماضي يعني، ممكن بالموهبه بس توصل. انا اعتقد دلوقتي ان المستوى التفكيري معاك يساعدك جدا او يعطلك. المستوى الثقافي يساعدك جدا او يعطلك. المستوى التربوي يساعدك جدا او يعطلك. مظبوط. الكره ما بقتش زي زمان، الكره معتمده على الموهبه بس. انت تنزل تعمل مهارتين ثلاثه فالناس هتبقى مبسوطه بيك. النهارده انت بتتكلم بلغه الارقام. عملت كام باص، عملت كام اسيست، جبت كام جول، بتجري معدل جري قد ايه، كل حاجه يعني مرصوده. فانت بتتكلم هتروح فين؟ هتروح مننا فين؟ او هتروح من المحللين فين؟ او هتروح من المتابعين فين؟
صح. الامر اختلف خالص يعني. فمحمد هاني من واحد من العناصر المبشره جدا، وان شاء الله الرحمن يبقى يكمل بالشكل ده ان شاء الله الرحمن بشكل كويس قوي، واحد من عناصر النادي الاهلي المؤثره جدا والمميزه يعني. اخيرا يا كابتن سيد معلش، بكره انا عارف ان في مفاجاه كبيره جدا محضرها مجلس اداره النادي الاهلي تخص طبعا الانشاءات وما تخصش حاجه تانية عشان بس الناس ما تروحش دماغها لبعيد، تخص الانشاءات، ان بكره ان شاء الله هيكون في الانتقال الى غرف الملابس الجديده، لو حابب تكلمنا على هذا الموضوع برضه. بص يعني الاهلي العنوان بتاعه بيبقى بيدل على مكانته بالظبط يعني، اعتقد ان الناس هتشوفه بكره يعني ده حاجه تليق بمكانه واسم النادي الاهلي يعني، حاجه متميزه جدا مفرحه جدا يعني، شيء مشرف جدا جدا لما تشوفوه ان شاء الله الرحمن يعني باذن الله يعني. ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن سيد، شرفت ونورت وتظل دائما. مفيش حاجه اخيره يا كابتن سيد؟ في حاجه اخيره، شرفت ونورت. شرفتنا يا كابتن سيد، دايما منور.